السلام عليكم، انا اخوكم عبد الرحيم من اقليم الجديده، مزوج، عندي جوج ديال البنيات. هاد البنيه ديالي وقع لها واحد المشكل، انها كانت تلعب مع دري صغار وجات فيها واحد الحجره في العين ديالها، ودوزت واحد مده 3 ديال الايام بحال هكاك عاديه طبيعيه ما عندهاش مشكل. من بعد تاثرت بالعين ديالها، تخليها الدم في العوينه ديالها هذه اللي كتشوفوا معايا هنا. جبت هذا واحد الدكتور في مدينه الجديده، هذاك الدكتور تبعت معاه لمده 3 ديال الشهر. ملي ما تحسنش خوتي المغاربه الوضعيه ديالها، قال لي هذاك الدكتور اللي كنت كنتبع عنده غيوجهني لمدينه الدار البيضاء 20 غشت، مستشفى 20 غشت. ملي مشيت ل 20 غشت قالوا لي يا ودي البنيه كنتي تجيبها في الاول، انه هو يا الدكتور اللي كنت متبع معاه ما صيفطنيش في الاول، قال لي تبقى معايا ربما نخرج لك الدواء تقدر تصح. مع ذلك ما صحتش لها العوينه ديالها. قالوا لي، قلت لي شنو المعمول دابا؟ قال لي غترجع عند الدكتور اللي كنت متبع لعندو. رجعت لعندو، الوريقات ديالي هما هادو ديال 20 غشت، هما هادو كيف كتشوفوا معايا اخوتي المغاربه. من بعد مشيت عند واحد الدكتوره مدينه الجديده هنا، هي اللي صيفطتني الكلينيك ديال الشيخ زيد، قالت لي غنصيفطك هذا واحد الطبيب تما، واحد الدكتور تما. ملي مشينا عنده، الوريقه هي ديال الطبيبه اللي دوزت عندها في مدينه الجديده، كتبت لي هنا واحد التريتمو ديال مده شهر 30 يوم. هذاك 30 يوم فيه التريتمو ديال ثلاثه البراوات في النهار، يعني باش الدكتور يوجد العمليه ديال زرع القرنيه. وهذاك التريتمو ثلاثه البراوات كل برا 500 درهم. لهذا اخوتي المحسنين، انا ما عنديش ضعيف الحاله، وهذه البنيه تا هي باقا يعني كما كتشوفوا معايا، بغيت تا هي تقرا وبغيت تكون المستقبل. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.